السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن ختم الولاية أبينا الشيخ أحمد التيجاني الفاتمي رضي الله تعالى عنه، ونسلم أيضا وندعو الله سبحانه وتعالى لصاحب الجلال محمد السادس أطال الله بقاؤه، والجميع وزراء الحكومة المغربي وخاصة الأمدة المدينة الشيخ أحمد الشبات حفظه الله ورعاه وأطال بقاؤه. أيضا جئنا هنا وفدا من سنغال خاصة أريفيسك لحضور في المؤتمر الفيز، وفرحنا جدا خاصة بالنظافة الذي لاحظناه في المدينة، مدينة نظيفة، مدينة جميلة طيب، ونريد أن نأخذ أمثلة لمدينتنا رفسك كما شاهدناه هنا من الخضرات. أنا أقول الفيز الخضراء وسكانه أيضا طيبين، لذلك فرحنا جدا باستقبالكم وبما شاهدنا في هذا اليوم المبارك، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يقوي ويشدد العلاقة التي تجري بين البلدين والمدينتين، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعطينا الأمر الطويل حتى نكرر مجيئنا في هذه المناسبة العظيمة الكبيرة. وفيز كما قلت لنائب العمدة، فيز هو بلدنا الثاني بعد مدينة المنور، لأن السنغالي خاصة الأهل التيجاني بعد زيارة رسول صلى الله عليه وسلم زيارتهم ثاني أكبر وأعظم هو زيارة الشيخنا أحمد التيجاني الشريف رضي الله تعالى عنه. شكرا وبارك الله فيكم.